مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا الميدان، حيث ينطلق شوطنا أيضا العشرين الذي يأتي مع منافسات وتحديات فئة الجعدان المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا التحدي المميز وبهذا الانطلاق الكبير. مباشرة نبدأ مع شاهين لسالم براشد بضبيعة الاكتبي، يتقدم بهذه اللحظات المميزة. المركز الثاني يتقدم ايضا مخلاب خليفة بن حنبل محمد بن سالم خليفة الاكتبي، يتقدم بهذا الانطلاق وايضا الوصول مع انطلاقة هذه الاسماء الكبيرة. معاند سالم بن احمد بن حوت العامري يتقدم على المركز الثالث بهذا الانطلاق الرائع الكبير الذي يأتي مع الأسماء الكبيرة، وأيضا الوصول والقدوم مع انطلاقة نجد سعيد بن علي بن عامر الزرعي، من يتقدم مع انطلاقة نجد على المركز الرابع. المركز الخامس أيضا الوصول والقدوم من قبل أيضا الأسماء القادمة، أيضا الوصول مع انطلاقة مناور خالد بن محمد بن خلفان النيادي يتقدم بهذه اللحظات، وأيضا الوصول مع شاهين علي بن سعيد بن علي المزروعي من يتقدم بهذه اللحظات، وأيضا والم ماجد بن علي بن ضاعن من يتقدم مع انطلاقة والم الواصل بهذه اللحظات، وأيضا شاهين عامر بن علي بن سالم بن علي الهاشمي يقدم لنا شاهين بهذا الانطلاق المتميز، وأيضا الوصول مع الصيفر عبد الله بن سعيد بن سلطان بن غميس الشامسي يتقدم بهذه اللحظات المميزة، وأيضا كحيلان سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي يتقدم مع انطلاقة كحيلان، والوصول أيضا من قبل مروح سالم بن سليمان بن حمود بن حمد الوهيبي يقدم لنا انطلاقة مروح واندفاعاته الكبيرة، وأيضا الوصول مع نشاد مسلم بن علي بن دري المنصوري يتقدم مع انطلاقة نشادة الأسامي كبيرة والتحديات مميزة، والارتوازي راشد بن خميس بن عامر العمري يقدم لنا الارتوازي بهذا الانطلاق المتميز. هذه الأسماء الكبيرة والتحديات المميزة التي تتنافس من أجل الفوز والانتصار والانطلاق الكبير بانطلاقات هذه الأسماء المميزة، والبداية مع الصدارة، البداية مع المركز الأول مع انطلاقة شاهين. سالم بن راشد بن ضبيعة يقدم لنا انطلاقة شاهين واندفاعته الكبيرة بهذا الانطلاق المتميز وبهذا الاندفاع الرائع الذي يأتي مع الأسماء الكبيرة والانطلاق المتميز. وفي هذا الانطلاق بن حمدش على المركز الثاني يقدم لنا انطلاقة كحيلان الواصل بهذه اللحظات. سعيد بن محمد بن حمدش الخيالي يتقدم بهذه اللحظات مع هذا الانطلاق المتميز. المركز الثالث الوصول مع انطلاقة أيضا مخلاب خليفة بن محمد بن سالم خليفة الاكتبي يتقدم بهذه اللحظات مع هذا الانطلاق المتميز، أيضا الوصول والقدوم من قبل نجدة سعيد بن علي بن عامر الزرعي يتقدم مع انطلاقة هذا الاسم الكبير، أيضا الوصول والقدوم من الأسماء الكبيرة الرائعة، أيضا القادم معاند سالم بن أحمد بن حوتة يتقدم بهذه اللحظات المميزة. وصلت الأسامي وتقدمت الأسماء وانطلقت الشعارات، أيضا الوصول من والم ماجد بن علي بن ضاعم سعيد المسافري يتقدم بهذه اللحظات، الأسامي كبيرة والشعارات متميزة طامعة من أجل الفوز والانتصار، طامعة من أجل الانتصار. الصيفر غادم عبد الله بن سعيد بن سلطان بن غميس الشامسي يتقدم بهذه اللحظات المميزة والانطلاقات الكبيرة التي تتنافس من أجل الفوز والانتصار، تتنافس من أجل الناموس بهذا الانطلاق الرائع وبهذا الاندفاع الكبير في هذا الانطلاق المتميز والرائع والكبير في هذا التحدي المميز في هذا الانطلاق المتميز في هذا الاندفاع الكبير. ولكن بالضبيعة مسيطر أيضا في هذا التحدي المميز، هناك مع بالضبيعة بالكيلو متر الأخير مع المسار المميز والاندفاع الكبير في هذا التحدي المميز في هذا التحدي الكبير في هذا الانطلاق المتميز. هنا شاهين القادم، أيضا كحيلان سعيد بن محمد بن مبارك الخيالي في هذا الانطلاق
المتميزة. المركز الثالث أيضا الوصول مع شاهين عامر بن علي بن سالم بن علي الهاشمي، والقادم أيضا الواصل اللي هو مروح، مروح الخطير والأخطر بهذا الانطلاق المتميز. مروح 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 غير زمام الأمور، انطلق مع البداية الأولى سالم بن سليمان بن حمود بن حمد الوهيبي مع الصدارة الأولى بالانطلاق الأول. ما شاء الله وتبارك الله، مروح صاحب الإنجازات، صاحب البطولات اللي ما ذاق طعم الهزيمة، ما ذاق طعم الهزيمة، والهزيمة لا يعرف لها درب. صاحب ثلاث اشتراكات على أرضية هذا الميدان، وصاحب إنجازات بالسلطنة بالعام الماضي وفي هذا الموسم له ثلاث أيضا اشتراكات سابقة على أرضية هذا الميدان وتواقيت مميزة. مشكور أبو حمود، مشكور، مشكور يا أبو حمود، مشكور في هذا الانطلاق المميز، في هذا الانطلاق الرائع. سلام 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 يا مروح، سلام سالم بن سليمان الوهيبي، سلام على هذا الفوز والانتصار وتقديم مروح بأفضل أيضا ومحافظة على مستوى مروح بالمركز الأول. المركز الثاني اللي وصلنا على المركز الثاني اللي هو ابن حمدش، المركز الثالث تسعة اشعار شاهين عامر بن علي، ايضا لعامر بن علي الهاشمي. والمركز الرابع نجد سعيد بن علي بن عامر الزرعي. المركز الخامس ايضا تهانينا والناموس، التوقيت الزمني 6:11 ثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.